مستثمر لما يخش يستثمر م. المفروض عارف انه هيدفع هيجيله فلوس كعيب. صح هل في نادي مصري بتدخله مداخيل تغطي مصروفاته انا اشك او الاجابه قاطعه لا فبالتالي هنا الاهلي استثنى أوه. الاهلي بيلعب كاس عام الانديه الاهلي بيلعب في انتركونتيننتال الاهلي بيلعب في بطوله افريقيا وهو مستحوذ على بطوله افريقيا اخر ست سنوات وهو البطل التاريخي لبطوله افريقيا الاهلي دايما بياخد بطوله الدوري اسم الاهلي وشعبيته كل دي حاجات م. تخلي الاهلي استثنى ولكن انا بتكلم في الكره المصريه هل في نادي مصري نادي مش جماهيري بيفوز بيدخل له مدخلات بيكسب فلوس الاجابة قاطعه لا أيوة. ولو حد قال كده يبقى يبقى ليه انت العلوي. لو عالجت التشوه اللي حاصل في الطر... في ال... في النظام الطريقه او الاسلوب اللي بيحصل بيدخل فيه الاستثمار في الكره المصريه النهارده اعتقد انك ممكن تلاقي اجابات على ده يعني لو فكرت ازاي تربط المستثمر اللي جاي يستثمر بانديه جماهيريه هتبقى ضربت عصفورين بحجر واحد، واحد رجعت الانديه الجماهيريه اللي اشك النهارده بقى احنا بنقول بس مسميات يعني هل نادي المنصوره النهارده اللي كان نادي جماهيري في سنه من السنين وكان بنفس الاهلي والزمالك وخرج لمنتخب مصر لعيبه كبيره جدا وكنت بتشيل هم المباراه اللي انت رايح تلعبها في ملعب المنصوره، م. هل نادي المنصوره النهارده لو رجع مثلا هيبقى عنده نفس الجماهيريه؟ هيبقى عنده نفس الشعبيه لا وقيس على ده انديه كتيره م. جدا راحت ولا يعني ذهبت ولم تعد لا ديوري. بس عودته هتكون آه. اسهل من انشاء نادي جديد بجماهير أي. جديده م. عشان اعمل لبيراميدز ولا المقصة ولا مودرن فيوتشر اعمل لها قاعده جماهيريه واشتغل على ده أي. اصعب مليون مره من ان انا ارجع المنصوره والمحله مره ثانيه ويكون ليهم بجد فعلا وجود تواجد جماهيري كبير في الاستاد وخد بالك في النهايه بطوله اين كانت البطوله واين كان تاريخها واين كان اسماء الانديه الكبيره اللي بتشارك فيها كانوا اثنين، كانوا ثلاثة، كانوا أربعة، زي حال الدوري المصري هنا بدون جمهور هذه البطوله لن تكون ناجحه باي شكل على الاطلاق وهتكون واحده من اكثر العوامل اللي مش هتجذب المستثمرين هم يستثمروا فيها ده موضوع كبير يطول شرحه جداً. فما تخليناش نفتح الملف وخلينا نروح لمباراه مودرن سبورت تعالوا نقرا ارقام مودرن سبورت السنه دي في نسخه الدوري وتعالوا نحاول نقرا الطفره اللي عملها ونعرف مجموعة من الأرقام المرتبطة بمفاتيح لعب وأخطر اللاعبين في فريق مودرن سبورت نروح لأرقام مودرن سبورت في الدوري جاهزة معنا طيب خلينا لغاية لما الأرقام تنزل على الشاشة احنا بنتكلم على 29 مباراة لعبها مودرن سبورت دي الأرقام خلينا نبدأ باللاعبين طيب هم مجهزين لنا اللاعبين نشوف معاكم الأرقام الفردية لفريق مودرن سبورت اتفضل يا عبد القادر طبعا احمد عاطف هو هداف الفريق برصيد خمس اهداف آه ترتيبه ملكاز... على مستوى هدافين الدوري رقم 30 رقم 30 ما عندهمش هداف واضح ومميز السنه دي رغم ان هما بيمتلكوا أكثر من عنصر كانوا لافتين النظر يعني منهم أحمد عاطف نفسه كان الحقيقة في السنوات الأخيرة كان انضم اعتقد لمنتخب مصر فترة من الفترات. صحيح. يعني هو أحمد عاطف يعتبر هو الاسم الأكثر لمعانا في أي. فريق مودرن بسبب مشاركاته الدولية قبل كده الحديث الكتير عليه إنه موهبة واعدة في بطولة الدوري المصري ممكن يبقى لعيب دولي بعد كده لكن يعني هو مسيرته ما 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 استمرتش بنفس وتيرة التصاعد اللي صحيح. شفناها ليه. طبعا جوناثان صنع ست اهداف الاكثر نجوي. الاكثر صناعه بالمركز الخامس م. الاكثر صناعه بعد كده انا مش مش شايف بصراحه احمد عاطف <applause> الاكثر <applause> تصويبا على المرمى الرصيد او المتوسط تسديده واحده في كل مباراه ترتيبه على مستوى الدوري ال 15 غنام محمد واحد من الحقيقه اميز اللاعبين اللي انا شخصيا من وجهه نظري واحد من اللعيبه المميزه جدا في صفوف مودرن وحقيقه يمكن اعلاميا مش واخد حقه يعني هو الاكثر دقه في التمرير واعتقد انه تقديري انه هو القلب النابض لفريق مودرن يعني لو انت قدرت تعطل غنام فريق مودرن او منظومه وتكتك فريق مودرن يتاثر بشكل كبير جدا هو الاكثر دقه في التمرير بنسبه 84% 45 تمريره و2 من عشره متوسط التمريرات في المباراه الواحده وترتيبه على مستوى الدوري ال17 عبد الكبير الوادي برضو لعيب الحقيقة برضو من المفاتيح المهمة جدا الأكثر صناعة للفرص مؤكدة اثنين في كل مباراة ترتيبه على مستوى الدوري 56 علي زعزع الأكثر على صناعة للفرص 21 فرصة ترتيبه على مستوى الدوري 38 ومحمود رزق وخدوا بالكم من محمود رزق لأنه محمود رزق ليه واحده من الارقام والاحصائيات الملفته جدا للنظر يمكن من هنا كتظهر بعد كده هو الأرس الاكثر ارسالا لكرات طوليه 35% نسبه النجاح اربع كرات طوليه متوسط الـ الـ كل مباراه وترتيبه على مستوى الدوري ال 25 سريعا جدا محمد صادق برضو واحد من اللعيبه المميزه جدا في مودرن اكثر نجاحا في المراوغه 1.3 من عشرة في كل مباراه 42% نسبه نجاح 16 على مستوى الدوري احمد عاطف الاكثر اهدارا للفرص 4 في كل مباراه 22 على مستوى الدوري باسم علي الاكثر استخلاصا للكرات 2.3 من عشرة وده الاول على مستوى الدوري وهنا بقى اللي كنت بقول لكم عليها محمود رزق تاني محمود رزق هو الاكثر تسببا في حصول فرقته على ركلات ترجيح او ركلات جزاء خمسه على مدار الموسم وهو الاكثر حصولا على ركلات جزاء على مستوى البطوله كلها في الموسم الحالي وايضا الاكثر حصولا على كروت صفراء. تالي هم دول اميز العناصر محمد في فريق فيوتشر سواء كنا بنتكلم على مستوى خط الهجوم او على مستوى خط الدفاع او على مستوى خط النص كلهم الحقيقه لعيبه مميزه جدا وتقدر تعمل الفارق بص الارقام كارقام مش ارقام مراقبه ما تقولش انه انت قصاد فرقه فهتواجه صعوبات امامها ولكن مودرن فيوتشر او مودرن سبورت صعوبه مباراه الاهلي امام مودرن سبورت تتمثل في ثلاث نقط واضحين جدا النقطه الاولى ان الاسامي دي واللعيبه دي امتلكت من الخبرات خلال السنوات الاخيره نتيجه المشاركات الافريقيه والفوز بكاس الرابطه والمشاركه في الدوري وكمان توالى عليهم عدد من المدربين سواء الاجانب او المصريين فبالتالي توالت خبرات لدى اللاعبين دول وبعضهم دولي مم. محمد صادق لاعب في منتخب الاولمبي دولي آه وقبل كده لعب في النادي الاسماعيلي وبيراميدز آه احمد عاطف لاعب دولي غنام محمد كان لاعب دولي مع منتخب شوقي غريب منتخب اللي تاهل لطوكيو فجونوس فبتالي... نجويم واحد من اميز اللعيبه لفت ليفت الموجودين في مصر, في مصر. فبالتالي اللعيبه دول وما يمتلكوه من خبرات هتصعب المهمه دي النقطه الاولى النقطه الثانيه امام مدرب محنك جدا ومدرب عنده خبرات كبيره جدا في الدوري المصري هو طلعت يوسف وكمان هو مدرب اسلوب لعبه دفاعي و... 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 ودايما هو جديد جدا في الملعب بيحب اللعيبه تلتزم بتعليماته، اول مباراه طلعت يوسف الفرقه فازت وخرج قال انا مش مبسوط، اللعيبه عملت اه جزء من اللي انا طلبته بس ما عملوش كل اللي انا طلبته م. وده يحتاج بعض الوقت وده رغم النتيجه الايجابيه فانت بتقول ان انت قصاد مدرب صعب ومدرب شرس وعنده الخبرات الكبيره جدا في الدوري المصري، اخر نقطه بقى وهي نقطه ليها علاقه بالمسابقه اكتر وهي ان اي فرقه النادي الاهلي هيواجهها بعيدا عن الاربعه خمسه اللي بينافسوا على الهبوط ما عندهمش اي آه خوف م. انا هخسر ما اخسر لا بنافس على افريقيا ولا بنافس على بطوله ولا بنافس على بالعكس حاله الهدوء دي تساعده اكتر سهل. على انه يلعب المباراه ب... انا عايز اعمل نتيجه حلوه عايز, آه. عايز اعمل شو عايز اعمل ماتش حلو فبالتالي يلعب الفر... لعبك يعني الفرقه أيوة. لعب. بالظبط الفرقه اللي ما عندهاش حاجه تخسرها دي أي. اكتر فرقه تخاف منها فبالتالي دي اكتر ثلاث عوامل هتصعب مهمه النادي الاهلي امام مودرن آه سبورت ولكن ان شاء الله النادي الاهلي يكون على قدر المسؤوليه من خلال مارسيل كولر اللي بيعمل عمليه تدوير هيستمر فيها مميز كابتن طلعت يوسف دفاعيا جدا سواء ايا كان اسم الفريق اللي هو بيتولى مسؤوليته لكن دايما يعني يعني دايما بتشيل هم ازاي تخترق دفاعات كابتن طالعة يوسف هل تعتقد انه هيلعب بنفس السيناريو فكره انه يقفل مساحات فكره انه يلعب جيم دفاعي قدام النادي الاهلي ولا الاوراق اللي معاه والارقام اللي عاملها احنا بنتكلم الحقيقه على متوسط من ساعه ما تولى كابتن طلعت يوسف المسؤوليه بنتكلم على تسع انتصارات اعتقد بنتكلم على آه تعالوا ناخد الارقام كده ونشوفها ونسمع راي عبد القادر ويحاول يقرا من خلالها هل هيلعب طلعت يوسف قدام مارس كولر النهارده بنفس اسلوبه وطريقته ولا هيلجا للشكل الكلاسيكي في التعامل مع النادي الاهلي 29 مباراه حقق الفوز 12 اتعادل 11 خسر 6 سجل 31 واستقبل 21 وهو من اقل ان لم يكن اقل فريق في بطوله الدوري استقبالا او استقبلت اهدافه شباكه لاهداف 21 هدف فقط، أهداف من ضربات ثابتة مرة واحدة، أهداف من داخل منطقة الجزاء 27 هدف من 137 محاولة، من خارج المنطقة أربع أهداف من 128 محاولة، أهداف بضربات رأسية 11، متوسط الفرص المؤكدة 1.13 في المباراة الواحدة، إهدار الفرص متوسط 0.6، متوسط المراوغات الناجحة 6.8، متوسط استحواذ 51.9% 10% ومتوسط التمرير 330 تمرير 77 330 تمريره بنسبه دقه 77% يمكن انا عايز اتوقف عند رقم معين وهو رقم ان نادي مودرن سجل 11 هدف بضربات راسيه من 21 هدف سجله او لا هو استقبل 21 هدف هو استقبل 21 هو سجل 31 هدف و 11 من 31 يعني تقريبا ثلث